فكره موجوده من قديم الازل، من وقت ما الغنى بدا، وحصل كتير جدا من ايام عبد الحليم حافظ، ومن قبل عبد الحليم حافظ كمان، من ايام استاذ محمد عبد الوهاب. يعني فكره الديو فكره دايما مطروحه وفكره جيده، لانها بتمزج ثقافات، يعني انواع من الثقافه بتمتزج مع بعض، وبتقدم للوطن العربي او للشعب العربي افكار. ولذلك انا عمري ما بكون حكم على حد، انا مش دوري ان انا اكون حكم على حد. انا كتجربه الديو تجربه بحبها جدا، وطول الوقت بشجع عليها، انه يبقى في دايما تعاون بين الفنانين العرب تحديدا لنقل، مش لنقل، لمزج الثقافات. ويمكن احنا في الاصل ثقافه واحده، ولكن بيبقى في شويه خصوصيه عند كل بلد ثقافيا. يعني لما بيتم ده اظن بيكسر شويه حواجز، بيقرب المسافات، وده شيء مطلوب في الفن انه يعمله، انه احنا نحاول طول الوقت نشيل الحدود، يعني نخلي الوطن العربي بيتعامل انه وطن واحد مش انه بلاد كتيره. وده فكره بترسخها فكره الديو العربي دايما، سواء كان بقى يعني هنتكلم من المغرب للخليج. فانا بشجع اي فكره ديو عربي، انا معاها جدا. شكرا جزيلا، شكرا لك الفنان محمد. حقيقة انا بشكركم وبشكركم ان انتم اديتوني الفرصه ان انا اقابل الساده الصحفيين العزاز، وبشكر حضوركم، وبقول دايما احنا من غيركم ما بنوصلش للناس. بشكركم دايما على امانتكم وعلى توصيلنا للجمهور بشكل كويس. شكرا جزيلا.